55 يوما من المشاورات ولا ملامح لأي اتفاق بين الفرقاء، بل يكاد الحديث عن مراوحتها في المربع الأول هو المعطى الرائج حتى الآن. والسبب يقول الوفد الحكومي هو إصرار الحوثيين على ربط كل المناقشات برؤيتهم لمسار الحل السياسي. في خفايا هذا الربط تكمن عقدة المشاورات، فوفد الميليشيا يريد التوافق على شكل السلطة الانتقالية فيما لا يزالون يسيطرون على المدن ومؤسسات الدولة بأسلحتهم الثقيلة. وفد الميليشيا الذي رفض أي تنازل عن شروطه المعلنة للتسوية شدد في بيانه الأخير على أن الحل لابد أن ينبني على وقف دائم لعمليات التحالف العربي وتشكيل حكومة وحدة وطنية ولجنة عسكرية وأمنية مشتركة، وهي شروط تخالف كثيرا بنود القرار الأممي 22-16. سمعنا من الأمم المتحدة أنها تعد ورقة، لكن كان موقفنا أن أي ورقة تصدر لا تلبي مطالب الشعب التي أعلن عنها في البيان والتي هي متمثلة بسلطة توافقية يكون فيها مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوافق على لجنة عسكرية وأمنية بمهام متوافق عليها بشخصيات متوافق عليهم بقرار يصدر من السلطة التوافقية فك الحصار إنهاء الحرب. وردا على ذلك اتهم الوفد الحكومي وفد الميليشيا بالسعي إلى نسف مسار التفاوض والتملص من مرجعيات وأسس الحوار، خاصة وأن موقفهم جاء بعد يوم واحد من تصريحات متفائلة للمبعوث الأممي قال فيها إن ثمة إجماعا على قضايا محورية رغم بعض التباينات في وجهات النظر. وبعد الحديث عن مقترح للحل سيقدمه ولد الشيخ خلال يومين. هذا المقترح المصاغ على شكل خطة للتسوية بحسب مصادر إعلامية تقضي بوقف الحرب بعد جملة من الإجراءات التمهيدية أبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى اللجنة الثورية للحوثيين وتشكيل لجنة عسكرية والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإصدار قرارات بالعفو العام والمصالحة الوطنية. لم تنقل الخطة المعلنة على لسان المبعوث الأممي ولم تتضح بعد حقيقة صياغتها والتقدم بها، لكن كثيرين رأوا فيها خارطة سلام لم تضع في اعتبارها حق الضحايا في العدالة والإنصاف. فتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تسليم السلاح للدولة والانسحاب من كافة المناطق وقبل طي صفحة المخلوع صالح وعائلته وعزلهم سياسيا ستكون الخطة مجرد شرعنة للانقلاب ويبقى سيطرة الميليشيا على الدولة والأرض والإبقاء على ترساناتها العسكرية.